المشاهدين عدى 7 دقائق من احداث الشوط الاول بتقدم فريق الطواجن على فريق الحلل، وانا شايف كرة عالية قوي، واحد على واحد. طبعا هي وهي يا نهار اسود. رمية ركنية لصالح فريق الطواجن على التنفيذ يحو، لكن بيجانبه التوفيق. وقدامنا على الشاشة محمد حسين كابتن الفريق، لعب 15 مباراة دولية. اوبا على الاستلام، ما فيهاش حاجة، واوت، مقطوعة سهلة سهلة لدفاع فريق الطواجن. واوبا والشوطة سهلة، دفاع مستميت من اللاعب شادي عبد المطلب. شايف رعونة في الأداء، يا ترى المدرب بيفكر في تبديلات ولا لأ؟ سهلة، كتف قانوني، ما فيهوش حاجة، عايزين بس الالتحامات والاشتباكات تبقى ما فيهاش خشونه.